متابعي قناة كومبيس ماروك تيفي، مرحبا بكم بموجز أخبار الجامعات المغربية. في إطار تنزيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة التوجه لاستراتيجية التميز الأكاديمي، تم عقد اجتماع يوم الأربعاء 19 أبريل 2023 بمقر الوزارة بالرباط بين ممثلين عن الوزارة ومجموعة لابلفي وجامعة الحسن الأول ستات. خصص هذا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على الملف الوصفي لمسلك الإجازة في مجال إدارة التوزيع، والذي سيعتمد التكوين بالتناوب بين الجامعة والمقاولات العاملة في مجال التجارة والتوزيع. تجدر الإشارة أن توصيف هذا المسلك سيوضع رهن إشارة الجامعة المغربية حتى يتسنى اعتماده بتعاون مع الفاعلين على الصعيد الجهوي. عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف مراوي اجتماعا لرؤساء الجامعات يوم أمس الخميس 20 أبريل 2023، وقد خصص هذا الاجتماع لتعميق النقاش حول عدد من القضايا المرتبطة بالإصلاحات ذات الأولوية والتداول حول المسالك الجديدة التي سيتم اعتمادها خلال الدخول الجامعي المقبل، تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والوطني، مع إشراك الفاعلين في بلورة برامج التكوين. كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل إحداث مراكز للتميز داخل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بهدف إعطاء دينامية ونفس جديدين للجامعة المغربية، مع تكييف عرض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل من خلال إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يرتكز على دعم القدرات اللغوية واكتساب المهارات الرقمية والكفايات الأفقية. في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باكت إثري 2030، وخاصة المحور المتعلق بإصلاح بيداغوجي مندمج وشامل، عقدت لجنة وطنية مكونة من كل من ممثل المجموعة ما بين المهن لدعم الاستشارة والنقل واللوجستيك، وممثل الوكالة المغربي لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وممثل المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة، وكذا مسؤولين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعا يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 بمقر الوزارة بالرباط، وذلك من أجل إعداد مشترك لمسلك جديد في الإجازة في اللوجستيك يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا. أعلنت دار الطلبة للفرنكوفونية عن برنامج منح جامعية لفائدة الطلبة المغاربة برسم السنة الجامعية 2023-2024. للمزيد من المعلومات والتسجيل المرجو زيارة بوابة المنح بالموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أعلنت الجامعات الهنغارية عن برنامج منح جامعية لفائدة الطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراساتهم بإحدى الجامعات بهنغاريا برسم السنة الجامعية 2023-2024. للمزيد من المعلومات والتسجيل المرجو زيارة بوابة المنح بالموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. نهاية موجز الليلة، إلى اللقاء.